شركة القلعة للإسمار شركة أنشأت عمرها مش طويل في سلطنة عمان، ولكن الخبرات المتواجدة فيها في الشركة خبرات تزيد عن 22 سنة، وهي معظمها خبرات مصرفية في الأصل، وخبرات خاصة بالاستثمار المصرفي والتمويل المصرفي وإدارة المخاطر. تمتلك الشركة أكثر يعني تعمل الشركة في أكثر من 21 بيزنس لاين. تركيز الشركة أكثر على 2 أو 3 بيزنس لاينز، منها إدارة الأصول ومنها البروجكت مانجمنت والريسك مانجمنت. الخبرات المتواجدة في الشركة معنا هي خبرات عمانية من خبراء لهم باع طويل في المجال المصرفي وفي الاستثمار وفي إدارة الأصول، وخبرات أجنبية لها باع طويل في إدارة الأصول والاستثمار وإدارة المخاطر. أيضا دخلنا في السوق العماني أو بدايتنا في السوق العماني للتأكيد على حقيقة أن سلطنة عمان من البلاد الواعدة جدا، وأنا أعتقد من خلال دراسات اقتصادية ومن خلال مؤشرات حتى مؤشرات عالمية أن سلطنة عمان هي يعني قلب الخليج في الاستثمار القادم والاستثمار المستقبلي، لما تتميز به من أمور لوجستية وموقع جغرافي وتاريخ عريق جدا جدا جدا، زائد طبعا أن الطاقة البشرية الموجودة في سلطنة عمان المتعلمة واللي بتحظى باحترام الجميع وبتقدير الجميع في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط ده دافع كبير جدا جدا للنمو. وجودنا في سلطنة عمان وجود استراتيجي في المقام الأول، لنكون يعني في دعم بشكل قوي جدا جدا في عجلة الاقتصاد وتنمية عجلة الاقتصاد، وخاصة في المجالات اللي احنا بنعمل فيها. في الوقت الحالي وبعد أزمة كورونا وبعد الوضع الاقتصادي المتأزم في الدول كلها، بنجد أن سلطنة عمان متماسكة جدا، يعني فيها قوة كثيرة جدا بعيد خالص عن وجود البترول كعامل أساسي للدخل. في كمان إدارة الأصول، ولكن إدارة الأصول احنا بنستخدمها بمفهوم آخر، بمفهوم الاستثمار والمستقى من الاستثمار المصرفي. فيعني عندنا من المهارة وعندنا من الإمكانيات وعندنا من الخبرة طويلة جدا المتراكمة معنا ومع خبرائنا ومعنا موظفينا في الشركة في إدارة الأصول أو الأسيت مانجمنت. ففي الوقت الحالي الشركة حظت ببعض الأصول في شراكات استراتيجية في بعض الأصول في أكثر من قطاع، من القطاع الطبي. الشركة حاليا يعني في شراكات استراتيجية في القطاع الطبي في مراكز طبية مهمة جدا جدا، في القطاع الصناعي لبعض المصانع، في القطاع الفندقي، في القطاع التعليمي كمان. احنا بنطمح ان يكون اصول الشركة بتزداد من وقت لاخر، لان ده طبعا بيديها قوة وثبوت مجتمعي وعملي داخل المجتمع. احنا بنتطلع كمان مش داخل المجتمع العماني او داخل دولة عمان، احنا بنتطلع ان احنا نكون متواجدين في الجي سي سي، دول الخليج والشرق الاوسط بشكل عام. عشان كده سميناها Investment Fort MENA، ده البراند نيم بتاعنا، من ميدل ايست اند نورث افريكا. الشيء الثاني طبعا احنا لنا هدف استراتيجي بعد كل ده. الهدف الاستراتيجي قوامه ان انشاء مؤسسة مصرفية اسلامية قوية، لها من القوة ولها من الاذرع الاستثمارية والاذرع التمويلية مش فقط في منطقة الخليج ولكن في بعض نقاط العالم، كشرق آسيا، كأوروبا، كالولايات المتحدة الأمريكية. وإحنا بدأنا فعلا خطوات فعلية في وضع الهيكلة ووضع النماذج ووضع الأطر لإنشاء المؤسسة المصرفية. وطبعا المؤسسة المصرفية دي إحنا بنطمح إنها تكون مؤسسة مصرفية بصبغة عمانية في الأصل، وتكون لها انطلاقة من الدول الخليجية من الجي سي سي إلى المحيط الجغرافي، إن كان في آسيا أو في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية. ونتطلع دائما أن يكون في ثقة في شركتنا،
ونحن نعمل لدعم الاقتصاد ونعمل لدعم حتى الهيومن كابيتال اللي احنا مؤمنين به جدا، اللي هو رأس المال البشري، اللي هو رأس المال البشري أساس الاقتصاد وأساس النمو وأساس التنمية وأساس دفعة عجلة الانتاج والاقتصاد بشكل عام. ونراكم إن شاء الله قريبا معنا، والشركة يعني فتحة ذراعيها لأي أفكار جديدة أو أي استثمار من أي نوع، وخاصة في مجال إدارة الأصول. وإدارة الأصول هي أعتقد هي المستقبل الواعد لسلطنة عمان والخليج بشكل عام، ولكن إدارتها بالشكل المهني وبالشكل الحرفي اللي يتيح يعني الاستثمار بالشكل الأمثل وتقليل نسب المخاطر في الاستثمار الحالي والاستثمار المستقبلي. تحدثت عن المؤسسة المصرفية، برضو ممكن نشير إلى أن هذه المؤسسة جاهزة موجودة دراستها، طبقنا نموذج العملي؟ في طبعا لنا خبرات في إنشاء مؤسسة مصرفية أو أكثر من مؤسسة مصرفية مهمة جدا جدا في أحد المراكز المالية في منطقة الخليج، وطبعا احنا نتطلع ان يكون في مؤسسة مصرفية مشابهة. احنا نتكلمش على بنك تقليدي متواجد ليه فروع، لا، ولكن بنك لزراعة استثمارية وزراعة تمويلية يعني يحمل علم سلطنة عمان، يكون متواجد في منطقة الخليج، ومن خلاله نقدر ان احنا نفتح مكاتب تمثيلية في نقاط في العالم او فروع في العالم بشكل عام. المؤسسة المصرفية بالشكل ده أو بالأسلوب أو بالمنهج أو بالفلسفة دي، أول شيء بتعطي انطباع اقتصادي جيد جدا جدا جدا. الشيء الثاني كمان إن هو بتقلل المجهود الخاص باستقطاب الاستثمارات داخل الدولة، لأن احنا بنكون نقط ممكن تعمل كنقط لجذب الاستثمارات في العالم كمان. الشيء الثالث ان بتدي ثقه في الدول اللي احنا بنفتح فيها فروع او مكاتب تمثيليه، من خلال طبعا من خلال فرق عمل مهنيه جدا جدا في جميع القطاعات، بوضع السلطنه الاقليمي ووزنها كمان الدولي، ان احنا متواجدين وعندنا مؤسسات مصرفيه بتفتح. المؤسسة المصرفية كمان بتدي انطباع يعني هو ده المستقبل، والمنتجات المصرفية كمان اللي احنا ممكن ان احنا نقدمها منتجات مصرفية متقدمة جدا وحديثة جدا ومتطورة جدا جدا جدا، بتدي انطباع للشعوب الاخرى او المجتمعات الاخرى بمهنيتنا العالية جدا جدا من خلال سلطنة عمان ومن خلال فرق عملنا المتطورة جدا.